صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا من ذبحت من القفا في كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا ندرك قائمكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، منازل كانت للرشاد وللتقى، منازل كانت للرشاد ولل تقى وللصوم والتطهير والصلوات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بجنب النهر من أرض كربلاء، وقبر بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي أنا الوالد. الله، اي والله بدي أن أقرأ اليوم على الزهراء شوية. يقول واحد من العلماء، يقول إذا أردت أن يحضر الإمام المنتظر عندك، هذا صاحب المقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي، يقول لي قال واحد من العلماء قال الشيخ عبد الزهراء شبيك مهموم؟ قلت له بدي أن أشوف الإمام سلام الله عليه. قال الشيخ عبد الزهراء تليفونه عندي موجود. قلت له شلون تليفونه موجود؟ قال إيه، أكو بيتين من الشعر إذا انقرن يجي الإمام سلام الله عليه. يقول الشيخ عبد الزهراء، قلت له شنو الأبيات اللي يجي بيهن الإمام؟ يقول قال لي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. يقول شيخ عبد الزهراء قعدت في صحن الحسين وبدأت أقرأ هذه الأبيات، بينما أنا أقرأ وإذا بإعراب جلس يلطم على رأسه، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا لطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين على الوجنات. يقول هذا الإعراب قال يا شيخ ما هو طلبك؟ قلت له والله أتمنى من الإمام الحج أن يحضر. قال ماذا تريد منه؟ فقلت له أيها الإعراب عندي حاجة. قال يا شيخ ابدأ بهذه الأبيات وقد قضيت حاجتك، والله أنا الوالد
والقلب لهفان ودور عزبني وين ما شوف. والله انا الوالد مذبوح ابنه وطول الدهر ماشل حزنه وين اللي يواسيني بدمع ده على ابن اللي ذا حزه ورقبته يا على ابن اللي ذا حزه يا رقبته. يقول حتى بعد واقعة كربلاء سلام الله على الحسين يقول وجدوا درة مكتوب عليها أنا درة من السماء نثروني يوم تزويج والد الصبطين فكنت أبيض من اللجين صبغتني صبغتني دم نحر الحسين. والله أنا الزهراء ولا الدر المضيم صاب حسين بويا شعب البي خلاني كل صبح ومسي أنوح عليه واصفج بدي يا أنوح عليه واصفج يا بدي إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. العلماء وقفوا عند كلمة البيوت. شنو معنى البيوت؟ طبعا العلماء انطوا عدة معاني لهذه الكلمة. قالوا مرة أن كلمة البيوت في هذه الآية المراد منها الأسرة. وكيف؟ قالوا العرب هكذا عندهم لما كان يسأل الشخص عن أسرته يقول أنا من بيت فلان، يعني ماذا؟ يعني من أسرة فلان. وهذا اليوم حتى اليوم معروفة عندنا، هذا بيت مثلا آل محمد، هذا بيت كذا، هذا بيت كذا، معروفة البيوت معروفة. زين، فسبحان الله يوم من الأيام واحد من أبناء عبد الملك بن مروان يقول اجى الفرزدق. الفرزدق شاعر والفرزدق نار على علم ويشار إليه بالبنان. يقول هذا الرجل ابن عبد الملك بن مروان راد يهين ويحقر الفرزدق، فسأل الفرزدق قال ممن الرجل؟ يعني منين انت؟ عند العرب هاي كبيرة، إذا واحد معروف ما يقال له هكذا لأنه معروف يشار إليه بالبنان. فالفرزدق جوابه كان كالسيف، قال له أنا من بيت منهم من هو أكرم العرب ومنهم من هو أوفى العرب ومنهم من هو أشجع العرب ومنهم من هو أشعر العرب، يعني كثير الشعر. يقول هذا اتأذى من بيت المروان، من بيت مروان يرد واحد عليه بهذا الشيء، يقول هو يتأذى. فقال له إما أن تثبت لي وإلا ضربت عنقك. يعني أنت قلت لذني الأمور الأربعة، مرة تثبت لي إياها ومرة لا أقتلك. قال له أخذ مني. قال له أما أنه أكرم العرب فهو غالب ابن همام اللي هو والده
يعني الفرزدق أبوه اسمه غالب ابن همام، قال هذا الرجل وهو والدي دخلوا عليه جماعة وطلبوا منه إبل تحمل البضائع، فقال لهم عليكم بالإبل، ولم يسألهم كم تريدون. يقول دخلوا فأخذوا منه 1000 رأس من الإبل وطلعوا. فهنا صارت هذه القضية مثل عند الكرماء، يعني مو بس حاتم الطائي، لا اجى بعد، كان لما يضربون المثل يضربون المثل بغالب ابن همام. انت شنو عاد مثل غالب ابن همام اللي ادخل الناس الغرباء الى ماذا؟ الى ابله، فاخذوا منه 1000 ولم يتكلم. فهذا اكرم العرب. قال له واما اشجع العرب فهو الحارث ابن قتيبة اليربوعي. هذا واحد من الأسرة معروف، كان عنده رمح أو كان خفيف بالرمح، حتى أن العرب ضربوا فيه المثل، قالوا لو سقط النجم من السماء لالتقفه رمحه. معروف هذا، لو وقع النجم من السماء أنه ماذا؟ أن الحارث ابن قتيبة ماذا؟ يلتقفه برمحه. فهذا أشجع العرب. قال له إيه؟ قال وأما أوفى العرب فهو ذلك الذي يسمى بالحاجب. الحاجب من أقربائه. الحاجب شنو قصته؟ الحاجب أن كسرى يوم من الأيام منع العرب أن يدخلوا إلى سوق العراق. في ذاك الزمان سوق العراق إلى فد أهمية، فكسرى كانت يده قد وصلت إلى العراق وكان العراق تحت أمره، فإجت العرب البدو تريد تدخل فمنعهم، فقال لهم لا تدخلوا حتى تأتوني بضامن. يقول يا اللي قاعد في مكانه في وقته كان قاعد هناك الحاجب، فقال أنا ضامن هؤلاء العرب كلهم، أنا ضامنهم. قال له بأي شيء تضمنهم؟ قال له أضمنهم بقوسي هذا، عنده فد قوس، قال له أنا أضمنهم بهذا القوس. زين كسرى وملك الفرس وهذا يقول له قوس، فالقاعدين كلهم قام يضحكون، بس كسرى ذكي، فقال لهم ويلكم أتعرفون هؤلاء؟ والله إنهم إن ضمنوا أوفوا. قال لقبلت بالقوس. يقول أعطاه القوس وصار مثل ذاك الرجل بمن؟ بالوفاء. تعال حتى اليوم، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا واحد من الشباب في زمن الإمام اتعدى عليه رجل ضاح برقبته. أكو ناس يعني سبحان الله، هو ديدنا هذا، شوف انت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سببها شنو؟ سببها انه واحد عنده نخلة وهاي النخلة مايلة على جاره، كسع مولانا طافر على جاره. يا بليش طافر؟ قال انا التمر مال تطايع عندكم. قالوا لزين دق الباب ونطيك يا. قال لا يمكن تاخذوه من عنده. قالوا لزين صيح يا الله وخلنا الدنة واطفر براحتك. قال لا احتمال تاخذون. يقول شلع قلوبهم، فراح هذا الشكى عند النبي، قال له يا رسول الله هسه ما صارت نخله، هاي النخله سبتنا سبايه، لا احنا قاعدين لا احنا نايمين، كسع هذا الرجال مشله وطافر علينا، على مدمن على مود التمرات. النبي ود عليه قال له زين التمر اللي يطيح ببيتك اخذه واعطيك بدلها كذا نخله باي مكان تختاره، انطيك ايش قد تريد 10؟ قال له لا اريد نخلتي يعني والتمر مالتي. قال له زين انطيك باي مكان، واللي يطيح عندك من التمر الك واللي يطيح عندهم هم يجمعونه ويعطيك اياه. قال له النبي قال لهم قوموا قصوا اقطعوا النخله ولا لا ضرر ولا ضرار. لاحظ العباره شلون؟ فسبحان الله اكو ناس مولانا بهذا الامر. فهذا الشاب يقول طاح برقبته رجال
وكان عند هذا أغنام، فقام هذا الشاب ضرب الرجل فمات في ساعته. فجابوا عياله، جابوا هذا الشاب، ألقوا عليه القبض وجابوا لي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالإمام أمير المؤمنين قال له: أنت ضربت هذا الرجل وقتلت هذا الرجل ولازم يقام عليك القصاص. قال له: زين، ممكن تنطوني 3 أيام؟ لأن أنا أبوي على وشق الموت، يعني على في سكرات الموت، وعندي أخو صغير وأبوي عنده كنز أموال ضامهن في مكان ما، وإذا مات أبوي بعد من حصل الكنز؟ وبالتالي أخوي هذا الصغير راح يتيه. الإمام قال له: عندك ضامن؟ يقول: نظر في الوجوه وإذا بأبي ذر سلام الله عليه. أبو ذر ما يعرفه، واقف. قال: هذا يضمنني. الإمام التفت لأبي ذر، قال: الضمنه؟ قال: يا ضمنه. قال: يا أبا ذر، إن لم يأتي أنت بدل. قال: أنا بدل. يقول: المدينة في ذاك اليوم كلها تترقب الأمر. أول يوم انتهى، ثاني يوم انتهى، في اليوم الثالث عند الغروب وإذا بالرجل ماذا يرمي بنفسه عند الإمام أمير المؤمنين. يقول: الناس ارتاحت. فالإمام قال: قوم. طبعا أهل الميت واقفين. الإمام قال له: باستطاعتك تهرب؟ لا إلك عنوان ولا إلك مكان ولا نعرف عليك شيء. قال له: خفت أن تقول الناس قد ذهب الوفاء. سأل الإمام أبو ذر، قال له: أنت ليش؟ قال له: أنت ليش أنه ماذا كفلت؟ قال له: كذلك خفت أن لا تقول الناس قد ذهب الوفاء، وبالتالي أنا ما أعرفه، بس مجرد أن أشار لي أنا قبلت. يقول: أولاد الميت واقفين، قال: ونحن كذلك قد عفونا عنه حتى لا تقول الناس قد ذهب العفو والمسامح. شوف، لاحظوا شلون. فسبحان الله، بأنه هذا الرجل ماذا أوفى؟ أعطى قوس إلمن إلى كسرى. قال: وأما أشعر العرب فأنا الفرزدق. وبعد شوف، الفرزدق كان بعد يفتخر بقضية من والده. والده غالب ابن همام كانت عنده بعد قضية. شنو القضية؟ غالب كان عنده ابل هواي، فكان كل وحدة أهلها يريد يدفنوها، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كل بنت يدفنوها يشفيها غالب ابن همام، حتى أنه يقول: ما بقيت عندي من الإبل إلا واحدة. يقول: راكبها وماشي بالصحراء، وإذا أنا أسمع أصوات أطفال يبكون في خربة. يقول: نزلت، لقيت يقول الأب مربطهن 2 بنات كفلقة القمر. يقول: مربطهن وقاعد يحفر في الأرض. قلت له: شو تسوي؟ قال: أرد أدفن عاري. قلت له: زين، خذ هذه الناقة وانطيني البنات. قال: الحمد لله، هذا أفضل. يقول: أخذ الناقة وانطاني البنات. التاريخ والسيرة تقول أن غالب ابن همام أبو الفرزدق اشترى في ذلك اليوم ما يقارب 300 بنت، صارت تحت وصاياه 300 بنت. وترى مو واحد كل واحد يتحملها، سبحان الله، مو كل واحد يتحملها. يعني هذا واحد قبل فترة في العراق في الديوانية، في محافظة الديوانية، شاب مولانا، شاب تكفل ب55 يتيم. هذا يشتغل مدرس ما كذا، يجيب المصرف كله يذب وين على ذوله. يقول: أنا ما راح أتركهم حتى يقفوا على أقدامهم. يقول: ما راح أتركهم حتى يقفوا على أقدامهم ماذا ويشقون طريقهم. ترى مو عبالك هذا شيء هين، يعني خاصة اليتيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أبكى يتيما بقي الدموع تحوم حول الظالم فيهتز إليها عرش الرحمن. مو شوية. وفي قبالها النبي شقول؟ يقول: من مسح على رأس يتيما غفر الله ذنوب ما تقدم منها وما تأخر. المسحة الواحدة هكذا. وإلا تعال أنت لو ترجع إلى سيرة أهل البيت تلقي مولانا اليتيم إلى فد مقدار من الاحترام
منه ماذا؟ هذا الشريعة هو ينطد احترام، وهو ينطد تقدير، وهو ينطد مكانه. وإلا مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يشوف له واحد جالس منكسر طفل رئيس دولة مولانا يجلس على التراب ويرفع برأسه، يقول له بني ما لي أراك باكيا. شوف يعرفون قيمة اليتيم. قال له يا عم، ما يعرف علي بن أبي طالب، يا عم هؤلاء الأطفال يلعبون طردوني، قالوا أنت يتيم، إن والدي قد مات مع قد استشهد مع علي بن أبي طالب، هكذا أمي أخبرتني. فقالوا لي اذهب والعب مع اليتامى، احنا كلنا عندنا آباء وانت روح العب مع اليتامى. يقول ياخذ الإمام، يقول ودموعه على خده، يشتري له مأكلا وملبسا وإلى آخرها. يقول جاب وإذا الابتسامة مرسومة على وجهه، قال اذهب إليهم واصرخ بصوت عالي وقل لهم من مثلي وأنا والدي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهذا الأمر الأول، أن معنى البيوت بمعنى ماذا؟ بمعنى الأسرة. زين، المعنى الثاني شنو؟ قالوا معنى البيوت في هذه الآية وفي بيوت أذن الله أن ترفع. يقول هاي البيوت هنا بمعنى المساجد. يا بليش المساجد؟ يقول لأن المساجد لما تجي أنت للآية، آخر الآية، آخر الآية ماذا تقول؟ تقول بأنه يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو يعني الصباح، والآصال يعني العصر، يعني ليل، يعني مساء، صباحا ومساء. لاحظ العبارة شلون؟ فيقول ماكو أكثر من المساجد، ولهذا الإسلام هو يحترم المساجد. موسى سلام الله عليه يقول له رب العالمين يناجي، يعني يناديه ربه، يقول له يا موسى ابن لي بيتا، يقول بنى بيت. ثم جاء النداء يا موسى ابن لي بيتا، بنى بيت. يا موسى ابن لي بيتا، قال إلهي بنيت، قال ليس بيت للسكنى بل بيت للعبادة. ومن هنا يسألون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقولوا له يا أبا الحسن لو أنك دخلت الجنة في يوم دخولك للجنة راح تفرح؟ قال أفي الجنة مسجد وعبادة؟ قالوا لا. قال لهم المسجد أفضل من الجنة وما فيها. إذا الجنة ما فيها ماذا؟ عبادة ولا مسجد. ومن هنا الشريعة هواية ركزت ماذا وشددت على المسجد. يعني مثلا أن الشريعة نهت دخول الجن والنفساء والحائض علما إلى المسجد. هذا واحد. مو بس هاي، لو أنه هناك مسجد وهذا المسجد ما بقي منه إلا الأرض. مسجد مولانا، إجت عاصفة، إجا صاروخ طاح به مولانا، ما بقت من عنده إلا الأرض. حكم الأرض كحكم البناء، ما يجوز، لا يجوز. واحد يقول شيخنا أنا ما راح أدخل فيها، أنا واحد انطاني التربة، انطاني فتشي خاص بالمسجد، من بعيد أرميه. نقول له من ترميه يقع وين؟ في المسجد. عليك إثم. لا يجوز أخذ شيء منها ولا وضع شيء منها ما دام أنت على غير طهارة. وبعد لو أن هناك نجاسة في المسجد ولا تملك إلا ماء للوضوء، ماذا تفعل؟ الشريعة تقول تطهر المسجد وتتحول إلى التيمم. زين، بعد ما تحولت للتيمم، قلت مالي ومال المسجد، شنو شغل بي أنا؟ توضيت وأرد أصلي، أقول لك إيه، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح، ولكنك آثم، سجل عليك ذنب، لأنه ماذا؟ لازم يجب عليك تقديم طهارة المسجد على من؟ على غيره. وشوف أنت اليوم أن هذه المساجد حتى في القرآن وأن المساجد لله، بس سبحان الله شاءت الأقدار أن هاي المساجد يجي يوم من الأيام بعض المساجد تهدم
وتحول إلى مزابل وقاذورات كما فعلها رسول الله في مسجد ضرار، مسجد الفتنة. ماذا يقول؟ يقول التاريخ أن جبرائيل قال: يا رسول الله، إن هذا المسجد مسجد ضرار، اهدمه وحوله إلى مكان للقاذورات، مكان للقاذورات والأوساخ. فالإمام راح يقوم بهذا العمل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لاحظ العبارة شلون؟ فعندنا الروايات يقول عشرات المساجد تهدم لأنها لم تبنى لله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث شنو؟ يقول: لا، أن المساجد هنا المراد منها بيوت الأنبياء. بيوت الأنبياء ليش؟ يقول: بيوت الأنبياء قليل في حقهم أن تقدر وتعظم، وإلا مكانتهم أكبر. ليش؟ يقول: أنت إذا تراجع النبي، لا تشوف النبي، تقدر تنظر له من عدة جوانب. إحنا اليوم قاعد ننظر للنبي مثلا أو للأنبياء بأنهم أصحاب معجزة، وبأنهم ماذا؟ فضلوا على الغير، صحيح، ولكن انظروا لهم من جانب آخر، أن هؤلاء الأنبياء جاعوا بسبب ماذا؟ أن نشبع نحن. جاعوا بسبب ماذا؟ بسبب البطون الأخرى، يعني جاعهم حتى يشبعون الغير. وبعد: وتنازلوا عن حقوقهم في سبيل حفظ حقوق الغير. وبعد تشوفهم بأنهم تركوا الدنيا وما فيها في سبيل أنك ماذا؟ تتلذذ في الدنيا وما فيها. وقليل في حقهم أن بيوتهم تعظم. شوف واحد شامي يوم من الأيام، تدري أنه ذولا أنه بلاد الشام عقولهم تلوثت، يعني يوم من الأيام معاوية أرسل خرفان صغار للأطفال في الشام، قال: وزعوا خرفان، ايش عندكم من خرفان صغار، ودوهن خلاص. يقول هذا كل من الطفل صار عنده خروف، يقول رباه، صار عنده فصار لسنة، فصار عزيز عنده. ها عزيز هسه زين مولانا خروف، بس ما ادري هاي موديل تكرم وتشلاب الدور هاي، بعد ما ادري شنو تسحول بها النار كل النسوان، ما ادري والله عجيب، يعني هسه ما ادري اسجل السالفه هاي. صلوا على محمد. فشوف هذا الخروف رباه الطفل هذا، يقول بعد فترة معاوية قال لهم: لبسوا لبس الكوفة وادخلوا إلى البيوت واذبحوا الخرفان أمام الأطفال وقولوا هذا بأمر من علي أمير المؤمنين. يقول بدأ الحقد والشتم على علي في الشام، أطفال مولانا ذبح له هذا معاوية انطانية وذبح علي، شو صير الدنيا؟ خوب تنقلب مو؟ فسبحان الله واحد شامي، واحد شامي يوم من الأيام سمع بأن علي بن أبي طالب قد ضرب على رأسي وهو في المحراب. قال: شاشين علي بن أبي طالب يصلي؟ قالوا: لعم شاشين. قال: الله وكلكم، احنا ما ندري يصلي. يقولون أنه إعلام مولانا، إعلام الدنيا. قال أبي زين. وبعد تشوف أن ماذا؟ تشوف أنه أمير، واحد يدخل شامي يرى الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن مار، فهذا الشام شافه، قال: من هذا؟ قالوا: هذا الحسن ابن علي. يقول بدأ يشتم، شاهدنا هنا بدأ يشتم بالإمام. الإمام التفت له بكل ماذا؟ بكل لطافة وبكل احترام، قال: لعلك غريب، إن كنت محتاجا أعطيناك، وإن كنت جائعا ماذا؟ أطعمناك، فاذهب معي إلى بيت قد خدم فيه جبرائيل. خوايا إلى تعظيم، يعني اذهب معي إلى بيت ماذا؟ قد خدمه وغطاه جبرائيل بجناحيه. خوايا إلى احترام، هذا البيت عن هذا البيت يختلف. ولهذا يقال بأن بيوت الأنبياء محترمة. ليش؟ لأن هذه البيوت نزل فيها الوحي، وبعد
وفيها كان نبي وكان يتعبد هذا النبي. شوف انت تعال الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، يقال ان النبي كان اذا توضى من ماء الباقي الناس تتحارك عليه في زمنه، في زمنك تتحارك عليه في شفاء. يعني النبي كان اذا مر في مكان في طريق يقول يبقى ذلك الطريق معطر بالمسك والعنبر. ولهذا تشوف انه سمي اطلق عليهم بيت النبوة. 6 أشهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند باب علي وينادي يا أهل بيت النبوة، ماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس هواي هذا البيت أبكى رسول الله. حقيقة أنا بودي أن أذكر لك كم رواية. يقول يوم من الأيام الرسول جاي إلى بيت فاطمة، هواية علاقته بفاطمة، هي بنيته بعد أم أبيها. يقول قاعد بينما النبي واقف عند الباب فسمع الحسين باكيا، سمع الحسين يبكي طفل صغير. يقول بكى، يقول الإمام النبي من وراء الباب صاح فاطمة. يقول فاطمة تعرف صوت أبوها، فتحت الباب. يقول دخل النبي قال يا فاطمة لماذا الحسين باكية؟ أما تعلمي أنني أتأذى إذا سمعت بكاء الحسين؟ الزهراء يوم من الأيام تقول أبوي إجا قال لي وين الحسين؟ قلت له هذا الحسين. يقول أخذه ضم إلى صدره وراح دخل فيه في الغرفة، فشايف البنت اللي يجيها أبوها تقوم ببعض الأمور، ها تسوي له فاكهة وعصائر وغيرها. تقول رحت أجيب الماي، الزهرة ما عندها غير الماي. تقول رحت أجيب الماي وإجيت أسمع صوت نحيب لرسول الله، أنين لرسول الله. تقول دخلت لقيت نايم على ظهره واضع الحسين على صدره وباكيا. سألت يا رسول الله هل حدث شيء؟ قال فاطمة اجلسي، قد أقبل إلي حبيبي جبرائيل وقال لي يا رسول الله أتحب هذا؟ فقلت نعم والله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. فقال يا رسول الله هذا المولود يذبح من القفا في أرض اسمها كربلاء. وهاي جاب لي قارورة فيها تراب من تلك الأرض. قال يا رسول الله إذا ذبح ولدك هذا تحول هذا التراب إلى دم عبيطة. ولهذه أم سلمة تقول يوم مقتل الحسين تقول في عالم الرؤيا رأيت رسول الله. يا أم سلمة شلون شفت رسول الله؟ تقول التراب على رأسه ولحيته. تقول من دون عمامة أول مرة شوف رسول الله هكذا، حاف القدمين منحن الظهر. فسألته يا رسول الله ما لي أراك هكذا؟ يقول التفت لي قال يا أم سلمة الآن قد ذبح ولد الحسين. الله شايف العند جيت أنا دهيئك بعد، أنا أوديك لمصيبة أخرى. مولانا شايف عند جد الأم وش تسوي؟ تقول لأولادها روحوا سلموا على جدكم، صحيح إذا كان أيام عيد. يقول الزهراء بدلت للحسن والحسين، اسمع هذه الرواية، يقول بدلت للحسن والحسين قالت لهم روحوا سلموا على جدكم. تقول راحوا 10 دقائق والحسين راجع دموعه على خده منكسر. سألت الزهراء بني حسين ما لي أراك منكسرا؟ اللي يروح لجدك ويشوفه ينسر، شو انت رجعت ضايج منزعج دموعك على خديك؟ يقول عمره 5 سنوات. قال لي أمه قبل ما جاوب ممكن أسأل السؤال؟ قالت تفضل بني حسين. قال لي أمه ليش ما شمين فمي؟ شمي حلقي شميه. قالت ليش؟ قال اكو في رائحه
خير رائحة، رائحة طيبة يعني رائحة كريهة. يقول شمته قالت بني ما أجمل ريحك. قال شاليش رسول الله باس أخوي الحسن بحلقه وباسني أنا بعنقه هنا أنا بمنحري، ليش؟ كان مو ابنه مثل ما باس الحسن بفمه، ليش ما باسني بها باسني بفمي، ليش باسني بمنحري؟ يقول بكت الزهراء وصاحت وحسينا. تعرف ليش رسول الله باس بمنحر مو؟ وهاي القضية قامت بها الزهراء لما أوصت زينب. بني زينب شوف الزهراء آخر حياتها أرسلت واحد واحد لأولادها، حسين أجل حسين أجلسته على فراشها قبلته ضمته إلى صدرها قالت لبني حسين لا تبكي هواية نور عيون. ليش يوم وين رايحة؟ قالت أخاف أروح في سفر يعني موت، لا تبكي هواية. أرسلت خلف الحسن يقول وي زينب طولت. ولهذا زينب تقل للحسين لما قالت له اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. سألها زينب ليش؟ قالت لأمي أجلستني وأسمح الصيح وحسينا. أماه ما الخبر؟ قالت لها بني زينب إذا رأيت أخاك ذبيحا وحيدا في كربلاء فقبليه في نحر وشميه في صدره وقولي هذه من أمك فاطمة. ليش في المنحر وفي الصدر؟ قالت له حسين سألت أمي قالت لزينب أما الصد فهو مكان لحوافر الخيل وأما النار كأني به يذبح من القفا. الله بس أنا ما أقدر ما أجيب زينب مولانا مو؟ أخ يا زينب هذا واحد من الخطباء قرأ 10 أيام في الصحن الزينبي. يقول يوم العاشر أعلن صح يا ناس اليوم آخر يوم مجلسنا باكر راجعين للعراق. يقول هذا الشيخ ختمت المجلس ورحت للفندق. يقول في عالم المنام وإذا الباب باب الغرفة يطرق فتحت الباب وإذا بعمرأة منحنية. قالت شيخ أنا سمعت أنتم راح ترجعون للعراق صحيح؟ قلت له أي والله. قالت تمرون على كربلاء هم تروحون الحسين؟ يقول قلت له أي والله احنا نيتنا هكذا منا للحسين. يقول طلعت ورقة قالت ذني أبيات ترميهن وين؟ ترميهن عند شباك الحسين. يقول قلت له مولاتي من أنت؟ قالت أنا مولاتك زينب. آخ يا زينب. يقول قلت لها مولاتي شنو هاي الأبيات؟ قالت خلينا أروح وقراهن. يقول راح الزينب فتحت الورقة وإذا بها بيتين كاتبته الزينب بدموع وياكم اخذوني. الله زينب وياكم اخذوني يم الحسين اجذب الونة وهل لدمعة العين. الله والله وياكم اخذوني يم الحسين اجذب الونة وهلا دمعة الحين. يا حسين عني لا تقطعون كلمة لها وليان يلفون. والله كلمة لها وليان يلفون وانا غايب باللحد مدفون. اخ يا زينب بعد اردبتشك شوية عن زينب. ها يقول زينب سلام الله عليها هاي العظيمة يقول بعد مقتل الحسين انكسرت هواية الكسرة زينب. يقول يسألون للإمام زين العابدين يقولون مولاي
أعظم المصائب جرت عليكم، يقول لما ندخلونا للكوفة والشام. ليش؟ يقول لأن الناس تتفرج على وجه عمة زينب. أنا اليوم والله ما أرد أنزل من المنبر حتى أذكر وصية لواحد وفي مولاي للحسين وهو مسلم بن عقيل، تذكرونه؟ مسلم آخر لحظاته ظل يلتفت يمين شمال، قالوا له تدور على من؟ مسلم قال أدور على طوعة. جابوا له طوعة، قال لها طوعة بعد مقتلي ومقتل الحسين راح يدخلون سبايا إلى بلدكم هذا، أريدك تدورين على طفلة صغيرة اسمها حميدة، قبليها عني، قل لها أبوش مشتاق إليك يا حميدة. طوعة أذت قلب مسلم، إيش قالت له؟ قالت له مولاي مسلم شلون أعرفها؟ قال لها طوعة إذا رأيت طفلة تشم بأبواب الكوفة فاعلمي أنها بنتي. يقول طوعة الآن دخلوا السبايا، يقول سمع السبايا دخلوا، اجت طوعة صاحت لزينب أمة الله عندكم طفلة اسمها حميدة؟ قالت هي والله هاي بنت مسلم. ليش؟ قالت عندي أمانة لحميدة. يقول زينب التفت صاحت حميدة، يقول ما لقت حميدة مع الأطفال، التفتت يمينا لقد تطرق بأبواب الكوفة الصيح هل منكم رأى والد مسلم؟ آخ حميدة، هاي مرأة تسأل عنك يا نور عيوني. يقول حميدة اجت من بعيد شافت طوعة صاحت ومسلمة، رمت بنفسها في أحضان طوعة تقلها خالة أنا شمن رائحة والدي عندك، شنو الأمر؟ قالت يا والله كان ببيتي ويقوم يقعد يذكرك يا حميدة، هو آخر وصية قال لي قبليها عني. يقول لما سمعت حميدة نزلت على الطوعة قبلتها، تقلها يا خال احجي لحالة والله من طاح ياهو التدنالة، او غسلوا عن القاع شالة وجنت ارتج عم بدالة. يا فيا علي وعلي يا عيال. يا الله إلهنا وسيدنا ومولانا، نقسم عليك بقدسية الحسين. إلهي نسألك بقدسية زينب. إلهي اشفي مرضانا واقضي حوائجنا. إلهي من جلس في مجلسنا هذا طالب حاجة اقضي حاجته، من كان مريضا اشفي مرضاه. إلهي من كان له غائبا رده إليه سالما غانما. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم احفظ هذا البلد بأهله بنسائه بأطفاله برجاله من كل سوء، اللهم احفظ بلاد المسلمين. إلهي مؤسس هذا المأتم الشريف ارحمهم واقضي حوائجهم واشفي مرضاهم وتقبل منهم ومنا صالح الأعمال. والفاتحة مع الصلوات.